يسعد صباحكم مشاهدينا، اتمنى تكونوا جاهزين لانه تمارين اليوم في كثير منكم بعرف بتحبوه، وانا شخصيا كثير بحبها وبحبها كتمارين كارديو اني استخدم فيها جهاز ستيب، وهذا الجهاز او هذه الاداه اللي لازم تكون موجوده عندكم لازم تكون بكل منزل. ليه؟ لانها هي اداه منزليه وبتنحمل وبتنحط باي مكان وما بتاخذ مساحه، فاذا كنتوا جاهزين تمارين اليوم حضروا حالكم، كونوا لابسين ومجهزين وحضروا حالكم مي اذا بدكم. خلينا نبلش بتمارين الاحمر، رح نعمل 10 دقائق على السريع تمارين منوعه باستخدام الستيب اللي هو ممكن يكون موجود عندكم، واذا ما كان موجود عندكم على فكره فيكم اذا كان عندكم درج بقلب المنزل فيكم تستخدموا حافه الدرج الاولى من المنزل تطلعوا وتنزلوا عليها مثل هاي، واذا ما كان عندكم كمان فيكم تعملوا نفس الحركات بس هيك على الارض، تتخيلوا انكم انتم عم تطلعوا على شيء عالي وتنزلوا بهذا الشكل، او تحطوا فيكم تحطوا مخدي كمان بيمشي الحال كرمال تعملوا هيدا التمارين وبس كرمال تحرك. فخلينا ناخذ نفس عميق لفوق، حنبتدي نطلع على الستيب فوق تحت. بالبدايه فينا نطلع 10 مرات على رجل يمين، بعدين 10 مرات على الرجل الثاني رجل الشمال. 5 6 7، وبدي اقول لكم كمان لازم تحضروا معكم دامبل اذا بتستخدموا الاوزان، اذا ما كنتوا بتستخدموا الاوزان فيكم او اذا ما كنت عندكم تجيبوا عبوه مي بيمشي الحال، او فيكم تعملوا التمارين بدون ابدا، ولكن بفضل انا نستخدم شويه مقاومه مع الكارديو. خلينا نبدل ثاني رجل. 2، فينا نحرك ايدين اذا بدنا نزيد او نسرع نعلي ضربات القلب ونسرع او فينا نزيد درجه حراره الجسم بشكل اسرع. 5 6 7، كل ما حركنا جسمنا كله. 8، ايدين مع رجلين، كل ما زادت او ارتفعت درجه حراره الجسم اسرع. هلا بدنا نبعد الدامبل بس شوي لانه بدنا نطلع في ستيب على برا ونرجع ننزل، اللي هو نحن بنسميه في ستيب لانه عم نرسم حرف الفي بالانجليزي. كمان فينا نحرك ايدين مع بعض. 2 3 4 5 6 7، بلشوا تلاحظوا 8 انه دقات القلب ارتفعت. 9، فيكم تبدلوا رجل عن جديد. 1 2 3، ودائما عم نتنفس. 4 5 6 7، تمارين ستيب كثير تمارين ممتعة. 8 ما بتزهق. 9 نفس التريدميل. هلا رح نروح من اليمين للشمال، حنطلع ركبي على فوق فوق وارجع انزل. 2 3، طبعا حركوا ايدين حد جسمكم. 4 5 6، بننتبه او بنطلع وين عم نطلع. 8 9 10، خلينا نعمل دبل، رح نطلع 3 مرات على كل جهه. 2 up 2، هاي 3 مرات لفوق. 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7، هاي كثير بتساعدنا على شد الافخاد. 3 2، بعد 2 3، بعد وحده. 1 2 3، بنرجع بنمشي بالمكان بناخذ نفس. فينا نقول انه حمينا. فينا هلا ناخذ الدامبل اللي راح استخدمه، فيكم تاخذوا 2 دامبل او دامبل واحد. اليوم انا جبت دامبل واحد حتى ما كثير تتلبكوا بالوزن. رح نوقف على جنب، رح اعمل فيه سكوات واطلع على فوق شوي شوي، الوزن على الكعب، بضغط على الكعب بنزل تحت، ركب مفتوحه وبطلع. 2، ظهر جالس، طلع النفس فوق. 3 4 5 6، انا كثير بحب ادمج 7 تمارين مقاومه 8 مع الكارديو. 9 10، هلا بدكم تحطوا الوزن، رح نستخدم شويه كارديو، رح روح من اليمين للشمال بهذا الشكل. 3 4، مش كثير عميق السكوات. 5 6 7 8 9 10،
كل ما تعبنا فينا نرجع لهذه الحركة، نمشي بمكاننا، ناخذ نفس. رح نروح ثاني ميل، عن جديد هاد الدامبل هون، ننزل سكوات بطلع لفوق. اثنين ثلاثة ضهر جالس، أربعة خمسة على مهل، ستة سبعة ثمانية، بعرف إن كنت تعبتوا، تسعة، بس هي بس 10 دقايق، 10 يعني فيكم تقولوا كأنه عم نعمل هيت. عن جديد 10 مرات، شوي كارديو. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10، نرجع عن جديد. قلنا كل ما تعبنا ناخذ نفس ونضل عم نحرك الإجرين، ما بنوقف. هلا رح ناخذ الدامبل بجهة واحدة، رح نشتغل على الرجل والكتف. رح نعمل كروس وارجع هون، لما ارجع لهون رح اطلع لفوق، ايد مع رجل على جنب، كروس لفوق. اثنين، رح نعمل 5 مرات على كل جهة. ثلاثة كروس، ركبة ثابتة، أربعة، بعد وحدة شوي شوي منتبه، خمسة، منبدل جهة منبدل إيد. وأنا عم اشتغل على الأكتاف وكمان على الأفخاد، أكيد رح تحسوا فيهم، خلوا دايما هيدي المرتكزين عليها مطوية. كروس نرجع لفوق على مهل، كروس، شايفين كيف ثابتة هيدي الركبة؟ لفوق. اثنين كروس، ثلاثة كروس، أربعة، بعد مرة كروس، خمسة، كثير منيح. لازم نشغل عضلات الظهر، في حط رجل على الستيب وميل علي لقدام والثانية مشدودة، في اشتغل بس ظهر هذا الشكل، اسحب. ثلاثة ظهر مشدود ومائل إلى الأمام، أربعة، سكر الكوع على الخصر، خمسة. هلا بدي أضيف مع الظهر عضلات الذراعين الخلفية، فبمد مد الكوع برجع بنزل، رو بسحب، مد ثبت الكوع بمده. كنا هيك عم ضيف إني شغل. ثلاثة أربعة، بعد وحدة رو، خمسة، شايفين كيف عم شد وثبت الكوع. ننتقل تاني ميل، بروح بالحوض، ظهر مشدود، عن جديد أول شي بشغل ظهر، بسحب الكوع والكتف. اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هلا بنزيد الذراعين خلفية، بس اسحب، رح مد الكوع وأنا ثابتة، ثبات، اكستند، مد، برجع بطلع، برجع بنزل. ثلاثة اثنين، بعد أربعة، ثبتوا الكوع قد ما فيكم، اسحبوا، سكروا عضلات الظهر، مدوا الكوع، خمسة. هلا بدنا نجيب الستيب شوي على جنب، رح نعمل بوش اب، رح انزل على الركب، شد البطن، ميل شوي على قدام، رح انزل من الصدر وارجع اطلع تحت، وانا عم بدفع لازم طلع النفس، انتبه شاد عضلات البطن. أربعة خمسة، هلا بعد هيدي في كفة للعشرة إذا حسيتها كثير هينة، بس أنا عم بعملها 5 مرات حتى إذا الأشخاص أول مرة. هلا بدي لف الحوض على الصدر لقدام، رح أسحب ركبي مرة يمين مرة شمال. اثنين 10 مرات، ثلاثة أربعة خمسة، هيك بكون عم شغل كل الجسم، ستة وخاصة عضلات حزام البطن والبطن، عضلات البطن بشكل كامل. 10 اوكي، هلا نشغل عضلات الذراعين الخلفية، أهم تمرين فينا نشدهم فيها، إني أقعد تحت، خلي الركب مطوية، الكتاف والصدر على برا، رح بس أفتح الكوعين وأرجع أنزل، بنسميه ترايسبس ديبس، ما بستعمل أي عضلة ثانية غير عضلات، غير إني مد الكوع، طلع النفس فوق، برجع برخي، طلع النفس فوق، شايفين كيف جسمي ثابت من فوق، الصدر عالي. 3 مرات بعد، ثلاثة اثنين ثلاثة، آخر تمرين رح أعطيكم إياه وكثير مهم لعضلات الأرداف والرجل الخلفية، كثير بخفف الترهلات وبشد لنا العضل.
رح نام على الظهر، اجري الكعبة ستاب، رح شد عضلات الأرداف وانزل. هيدا التمرين فيكم تعملوه 20 30 مرة لتحسوا بحريق وشد بهيدي العضلات الرجل الخلفية والأرداف. فيكم توقفوا وبعدين أكيد فيكم تقوموا تمشوا شوي أو تعملوا استرتشاتكم، وهيك بنكون خلصنا تماريننا اليوم. أتمنى تكونوا استفدتوا معي.